لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الاثنين 14 يناير، والنهاردة القمر موجود في برج الحمل لغاية الساعة 7:30 بالليل. عندنا كمان المريخ وأورانوس موجودين في الحمل، وعندنا فينوس والمشتري في الكوس، وعندنا الشمس وعطارد وزحل وبلوتو الأربعة في الجدي، وعندنا نبتون في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر في برجهم أو ما زال في برجهم لغاية الساعة 7:30 بالليل. ده بيديهم سحر وجاذبية، وهيكونوا مؤثرين جدا في الناس اللي حواليهم وخصوصا في الجنس الآخر، وهيعرفوا كمان ان هم يخلوا الناس تستمع ليهم باهتمام ويعرفوا يأثروا جدا في الآخرين. نروح بعد كده لبرج الثور. ومواليد الثور النهاردة عندهم القمر ما زال في منزل الصحة السلبي، ده بيقلل من طاقتهم، ومهم جدا ان هم يهتموا بصحتهم وبسلامتهم وما يهملوش اي شكوى حاسين بيها تكون شكوى صحية. يعني كمان مطلوب من مواليد الثور ان هم يعملوا في سرية وكتمان، ما يعلنوش خططهم ويتجنبوا الزهو بنفسهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. ومواليد الجوزاء النهاردة عندهم القمر في منزل الأصدقاء، وده بيخلي الجوزاء عندهم حياة اجتماعية حلوة، هيعرفوا يلفتوا ليهم الانتباه ويبقى الأصدقاء ملتفين حواليهم. كمان مواليد الجوزاء النهاردة عندهم قدرة ان هم يكسبوا دعم الناس ليهم، وخصوصا طبعا دعم المخلصين. اشوف كمان ان مواليد الجوزاء النهاردة مازال عندهم مهنيا فرصة ان هم ينموا اعمالهم، ولو عندهم مشاريع خاصة هينموا مشاريعهم. نروح بعد كده للسرطان. ومواليد السرطان عندهم القمر في منزل العمل، وده بيديهم يوم ضاغط شوية، ممكن يكون عندهم ارتباك او توتر، ممكن يكونوا حاسين بالفوضى في افكارهم وعندهم عدم نظام، لكن مطلوب منهم ان هم يقاوموا كل الارباكات دي، يحاولوا ان هم يهدوا ويحددوا اولوياتهم ويرتبوا افكارهم قد ما يقدروا علشان يعرفوا يتغلبوا على الفوضى دي كلها. نروح بعد كده لبرج الاسد. ومواليد الاسد ما زال عندهم الحظ رائع، لان القمر في منزل الحظ، وده بيديهم قدرة هايلة على العطاء، وكمان قدرة هايلة على ان هم يحققوا مكاسب مالية. يشوف ان هم النهاردة بيحسنوا التصرف مواليد الاسد، ويقدروا ان هم يخططوا كويس لسفر، او لو كانوا على سفر هيعرفوا يحققوا مكاسب من خلال السفر. نروح بعد كده لبرج العذراء. ومواليد العذراء النهاردة مازال القمر عندهم في منزل المدخرات، وده بيدي للعذراء قدرة ان هم يزودوا مدخراتهم او املاكهم. كمان عندهم يوم مناسب للبيع وللشراء، وعندهم نشاط، وعندهم كمان يقظة، يقدروا ان هم يكتشفوا اي امور كانت خفية عنهم، ويعرفوا ان هم يبصوا للمستقبل ويخططوا كويس بواقعية ويلتمسوا اسباب للنجاح. نروح بعد كده لبرج الميزان. ومواليد الميزان عندهم النهاردة مازال القمر في مواجهة برجهم لغاية الساعة 7:30 بالليل، فمطلوب من الميزان لغاية 7:30 بالليل يتحكموا في عصبيتهم، ما يتسرعوش في قراراتهم، سواء كانت قرارات شرائية او قرارات مهنية. يحاولوا كمان ما يتسرعوش في توقيع الاوراق والعقود، ويحاولوا يكون عندهم افق واسع ويستوعبوا الاختلاف مع الاخرين، عشان يعرفوا يبددوا اي سوء تفاهم خصوصا مع شركاء الحياة ومع شركاء العمل. نروح بعد كده لبرج العقرب. ومواليد العقرب النهاردة عندهم القمر في وضع داعم مهنيا وصحيا، يعني هيكون عندهم طاقة ونشاط، وهيكون عندهم فرصة ان هم يحققوا تقدم في الحياة المهنية،
وهيكون عندهم اهتمام بانهم يعملوا الشغل بتاعهم على اكمل وجه ويتكلموا بموضوعية وعندهم يقظة. كل ده هيساعدهم ان هم يقوموا بالواجبات اللي عليهم على اكمل وجه. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندهم الوضع مازال داعم خصوصا لغاية 7:30 بالليل، فده بيديهم طاقة. القمر في منزل الحب بيديهم طاقة عاطفية ويعرفوا يقضوا اوقات حلوة مع الاحباب ومع الاولاد لو عندهم اولاد. كمان في الشغل عندهم طاقة يقدروا ينجزوا وبيعملوا بحماس ويعرفوا كمان يخلوا اللي حواليهم يشتغلوا، لو يعني لو بيديروا فريق عمل هيكون عندهم القدرة ان هم ينقلوا الطاقة الإيجابية دي للناس اللي حواليهم. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. للأسف مازال القمر معاكس معاهم مهنيا، ومطلوب من مواليد الجدي ان هم يحاولوا يكونوا صبورين في التعامل مع الاهل ومع القرايب وكمان في علاقاتهم الاجتماعية، يعني يحاولوا قد ما يقدروا يتجنبوا الجدال اللي ممكن يؤدي لصدام ويتجنبوا الدخول في حوارات شائكة. نروح بعد كده لبرج الدلو ومواليد الدلو. النهاردة عندهم القمر مازال بيدعمهم في منزل العلاقات، ده بيديهم فرصة ان هم يوطدوا علاقتهم بالناس اللي حواليهم ويعملوا ممكن صداقات جديدة موفقة، وكمان عندهم لباقة ودبلوماسية وقدرة على الاقناع والتفاوض. كل ده ممكن يساعدهم انهم يحققوا تقدم هايل. كمان الناس اللي بتدرس اللي في مرحلة دراسية من هم في برج الدلو، اشوف ان عندهم تركيز اكتر وعندهم رغبة في المعرفة اكتر وفي الدراسة وفي تحقيق تقدم. نروح بعد كده لبرج الحوت. مواليد الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة مازال عندهم يوم مناسب لتنمية فلوسهم او لتحقيق مكاسب مالية. كمان هو يوم مناسب للمطالبة بالحقوق او بالمستحقات المالية خصوصا لو مستحقات متأخرة. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.